السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم فيديو ديالي اليوم في احسن حال. اليوم ان شاء الله فيديو مغاير، وهو فيديو على تسويه الاوضاع ديال المهاجرين لفرنسا. كما كتعرفوا بان البرنامج دار واحد العريضه ان كل الناس يسينيو باش ان يكون وصل واحد العدد كبير، باش ان البرنامج يطرقوا لهذا الموضوع وان شاء الله يخرج واحد ان دوكري باش تقوم تسويه الاوضاع ديال الناس الاخوات والاخوان ديالنا هنا في فرنسا. اليوم ان شاء الله معايا واحد الاخت امينه جزائريه، بغات تهضر معكم ونعرفوا الاوضاع ديال الناس الخوت ديالنا هنايا في فرنسا، كيفاش كاينه الاوضاع ديالهم، ومن هنا نعرفوا ان شاء الله. السلام عليكم امينه، كي دايره؟ لاباس عليك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله، بارك الله فيك. حنا غادي نديروا واحد غير دردشه بيننا وبين الناس اللي معنا، وكنتمنوا ان شاء الله توصل الرساله ديالك ويقوموا بلا سيناتور ديال لا بيتيسيون. هنا في الفيديو ان شاء الله انا غادي نوريكم كيفاش تسينيو لا بيتيسيون، يعني راه ساهله ماشي واعره ما حتى حاجه، يعني انا نهضروا نفس الوقت نسينيوها مجموعين ان شاء الله. اوكي علي، قولي لي امينه حبيبه ديالي، شحال ديال الوقت انتي هنا في فرنسا؟ حنا اولا بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم، وقبل ما نبداو نشكرك جزيل الشكر، بارك الله فيك. باغي نطولوا بزاف لا فيديو باش ما تكونش ثقيله على خوتنا وعلى خواتاتنا، بالفعل باش يقدروا يشوفوها من الاول للاخر ويقدروا يعاونونا ان شاء الله. شكرا اختي اللي طرحتي عليا هذه الفكره، فكره زوينه بزاف، الله يعطيك الصحه وان شاء الله ربي يوفقك ويكمل لك مراكي متمنيه. امين يا رب العالمين. امين. احنا ديجا رانا صافي، رانا نتمشوا في لا سانكيام اني هنا في فرنسا، يعني 5 سنين ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. عندك وليدات امينه؟ بيان سور، عندي 3 وليدات ما شاء الله، 9 و 4 و 2 سنين، اللي راهم كاع سكولاريزي ما شاء الله. يعني في المدرسه ما كايناش شي مشاكل انك بلا وراك انت والزوج ديالك الولاد يقراو، يعني ما كاين حتى مشكل؟ ابدا ما كاينش هذا المشكل، سورتو في هذه النقطه ابدا الانسان ما يحسش روحه بلي راه بلا وراق، يروح كيف كيف اي واحد اونيفو دو لا ميري يسجل وليداته يقراو، ما كاين حتى مشكل في لي زيكول، ما كاين حتى فرق. وفي يعني الصحه ويعني في الطبيب، ملي كتمشي للطبيب في الطبيب حتى هو زعما بالنسبه للناس اللي يكونوا مطولين هنا راه نورمالمون ما كاين حتى مشكل، راه كاينه للميديكال باغفوا ما تكونش 100%، مي سي ديجا حاجه فامال الحمد لله نقدروا نداووا. انا شخصيا جو في اوبير بليزيوغ فوا هنايا والحمد لله ما كاين حتى مشكل من جانب الصحه، الحمد لله. كاين الناس اللي يكونوا جداد عندهم شويه دي كومبليكاسيون ما يقدروش، مع زون با اكسي باش يمشيو لي زوبيتو، زون با اكسي باش يداو رواحهم وباش يجيبوا الدواء. وخدامه انت الزوج ديالك امينه؟ اكيد اختي لبنى اوبليجي هنا، لو كان ما تخدميش تي اوبليجي تخدمي على جال وليداتك. واخا ما عندكمش الوراق ماشي مشكل. لا يا اكيد حاجه صعيبه باش تلقي الخدمه، سي دور باش تلقاي الخدمه، وحتى لو لقيتيها يعني ما غاديش تكون سهله، ولكن على جال وليداتنا بالسيف نديرو اليد في اليد ونخدمو باش نوفروا لوليداتنا لو كان لو مينيموم. وفي هذه المرحله ديال الحجر الصحي كنعرفوا بان الناس اللي خدامين بالسي دي اي وعندهم الوراق وعندهم يعني فرنسيين جنسيه ولا العربيين وعندهم جنسيه، يعني في هذه المرحله صعيب الحال، يعني تبان لي ما عندكمش الاوراق، واش عندكم شي مساعدات، واش عندكم شي حد كيسول فيكم، ولا صافي يعني ما خدامينش ما كتخلصوش، باش كتقضيو شغالكم؟ تقريبا حنايا دابا تقريبا راه شهر وحنا في الحجر الصحي، واش عندكم شي مساعدات ولا لا؟ للاسف اختي لبنى هذه هي النقطه الحساسه هنايا، كما قلتي للاسف ما عندنا ما تلاقينا حتى مساعدات مالوغوزمون من جهه ليطا، سي فريمون با بوسيبل باش يكون عندنا مساعدات، ولكن رانا نشوفوا يعني في الفيسبوك وفي لي ريزو سوسيو راه كاين تبارك الله جمعيات اللي راهم متحدين ومتعاونين باش يعاونوا هذه الفئه من الناس. انا شخصيا في هذه البلاصه اللي رانا فيها، في هذه الريجون اللي رانا فيها مازال ما تلاقينا والو، رانا سمعنا بلي كاين مساعدات ولكن حنا لحد الان مازال ما وصلنا حتى حاجه، عطاونا دي نيميرو تليفون، عطاونا باش نكونتاكتيو، ولكن حنا شخصيا نهضر على نفسي انا شخصيا مازال ما تلاقيناش، يمكن يكون كاين عائلات اللي تلقاو مساعدات، يمكن سا ديبون تبدل من ريجيون خطها يتبدلوا المساعدات ويتبدلوا
جمعيات. انت في ساكنه؟ ولكن من جهه ليطا بزاف مازال ما كاين والو، حتى شي حد ما حوس على هاد الناس جوستومون. علاش الناس دات قرار انها تخرج عن صمتها؟ باسكو هاد لا سيتوياسيون اللي رانا فيها حساسه بزاف، صعيبه بزاف، على تري ديليكات. يعني الانسان اللي كيخرج على صمته، سينا باش نعيشوا في صمت، سينا باش ما نبينوش الناس اش رانا عايشين، معناتها اون سوف اون سيلونس بينا وبين نفوسنا. ولكن لا سيتوياسيون راها تطورت وصعابت، دونك يليق الانسان يخرج عن صمته ويهضر ويبين يعني المطالب تاعه. يعني الناس ما راهاش طالبه الكثير، راها طالبه جوست كان سوا ريغولاريزي باش يكون عندها اكسي بالمساعدات، سي تو. ان شاء الله. وشنو هو الهدف ديالك من هذا الفيديو اختي امينه؟ اختي لبنى، الهدف تاعي من هذا الفيديو هو اننا نسمعوا صوتنا، ان نهضر انا شخصيا، نهضر بالنيابه على كاع لي سون بابيو، كو سوا دي فامي دي سيليباتير دي مامو وحدهم مع لي زونفون مساكين، راهم يعانيوا اكثر. يعني كل كتشوف فيه، اي كتشوف فيه راه صعيب اكثر من الاخر. يعني انا نقول الحمد لله انني راني مع الزوج تاعي وانا متعاونين متساندين. كاين دي مامو اللي مساكين راهم وحدهم مع وليداتهم، كاين دي جون سيليباتير مساكين اللي كانوا ا دروات يا غوش، دروك راهم ما عندهمش وين يرقدوا، ما عندهمش وين ياكلوا. دونك نهضر بالنيابه على هاد كاع لي سون بابي، نوجه رساله يعني الناس اللي راهم ديجا ريغولاريزي واللي عندهم شويه تاع الانسانيه، انهم يخموا في هذه الفئه وانهم يعاونوهم. يا ربي لو كان غير بالدعاء، يدعيو لهم ودعيو تاع خير. ورانا مقبلين على شهر رمضان المبارك ان شاء الله، يا ربي يسمع منا اجمعين ان شاء الله ويسكن منا الوضعيه تاعنا اجمعين سون اكسبسيون كيما راهم يقولوا. وفوالا، ونشكرك بزاف، ونشكر اي واحد يعطي روحه شويه تاع وقت تفكرك ويشوف لا فيديو ويسمعها من الاول للاخر، ويمشي يسني معنا لا بيتيسيون، ويدير معنا دي كومونتير البارطاج والدعيوة تاع خير. بارك الله فيكم. هنايا البنات، انا الاخوان والاخوات، انا نقول لكم كيفاش نسي بارطاجيو، نسينيو لا بيتيسيون. غتلقاو الرابط انا غادي نحطو لكم في صندوق الوصف، وهنايا غادي تكليكو غير على هذاك الرابط. شوفوا اش باين، فوالا، تكليكيو على الرابط غيخرج لكم هاد الصفحه هادي. غادي نديرو هنا سيني، هنايا سيني صافي. غديرو هنايا مثلا سميه لبنى، شفتو هنايا راه سينا. ودابا 1113694 انسان سينا. انا سيني دابا هنا، شفتو معايا دوكو غالوبنا سيني انستون، يعني يلاه سينيتها دابا. كيبان ليكم؟ يعني الا مشيتو حتى نتوما دخلتو وسينيتو وبارطاجيتو هاد اللوليان والفيديو باش يوصل للناس ان شاء الله. يعني يعني فيها المنفعه لخوتنا وخواتاتنا، فاش حتى هما يعيشوا حياه عاديه ويمشيو يسافروا ويديروا بزاف الحويجات. كنتمنى ان شاء الله تكون وصلتكم الكلمه ديال الاخت امينه، وتوصلتكم الكلمه ديالي. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، وخليتكم في امان الله. ما تنساوش عافاكم تسينيو لا بيتيسيون وتبارطاجيوها مع صحابكم وحبابكم والجاركم جارتكم، اختك، خوك، عائلتك، صحابك. بارطاجيها في الواتساب، في الفيسبوك، في الانستغرام، في تويتر، في ما لقيتوها بارطاجيوها، راه مهم 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 بزاف. وامتى امينه كاين البرلمان غادي يتناقشوا هذا الموضوع؟ نورمالمون غدا ان شاء الله، غدا دوما ان شاء الله غادي يطرحوا للبرلمانيين، غادي يطرحوا هذه القضيه على لو بروميي مينيستر، وان شاء الله يكون فيها خير. يعني إن شاء الله. الوقت معنا فريمون ضيق، ولي بعنا نديروا يد في اليد ونضامنوا مع بعضنا البعض. جوست اختي لبنى، باش ما نطولش سيتو بلي، جوست رساله صغيره نوجهها للناس اللي سون كونتر هاد الشيء. انا من فضلكم يعني اللي عنده شي كلمه مليحه يقولها، واللي عنده شي كلمه ماشي مليحه يخليها عندها. بارك الله فيكم، ما تبقوش تجرحوا في الناس بالكلام تاع حش شمتونا، سي لا اونت، سي هادي. حتى واحد ما راه عايش في السيتوياسيون تاعنا، وحتى واحد ما راه حاس بينا اش رانا حاسين، غير ربي سبحانه. الوغ مادا بكم، من فضلكم جوزون شوبلي، اللي عنده شي حاجه مليحه ولا شي دعيوه مليحه يدعيها معنا، واللي ما عندهش يسكت احسن. فوالا، هذا ما كان باسكو
سي لا هونت. علاش لا هونت؟ حنا ما راناش يد مدين يدينا برا في الغدوه، حنا كنا نخدموا على وليداتنا وتعبنا على وليداتنا وبسيف علينا، هذا المشوار حنا اختارينا، حنا نتحملوا مسؤوليته. ولكن هذه قضيه ماشي تاع ماكله وشرب، قضيه تسويه الوضعيه على جال وليداتنا باش يقد يكون عندهم مستقبل. ان شاء الله. هذه رساله صغيره باش ما تسمحوا لي. على كل حال اني انا ضريت شخصيا، ضريت من هذا الكلام اللي نسمعه، وبغيت مادام كانت عندي لوكازيون باش نهضر واخت البنات تعلمني انها دير لي هذا الفيديو وتنشره، ماذا بيا هذه الكلمه تاعي تنسمع وهذه الرساله تاعي يسمعوها الاخوان الاخرين ان شاء الله. مع السلامة وإلى اللقاء إن شاء الله. فيديو قادم، واللي عندكم شي موضوع ولا شي فكرة ولا شي حاجة مرحبا وألف مرحبا، حنا كلنا خوت ونديرو اليد في اليد باش نتعاونو مع بعضياتنا، والله سبحانه وتعالى راه كيعاون ملي كتكون اليد الجماعة وكلشي مع بعضياتنا متحدين. وكيف ما كتبغي الخير لنفسك بغي لخوك بغي لاختك بغي لأي واحد. مع السلامة وإلى اللقاء فيديو قادم إن شاء الله. شكرا أختي أمينة، إلى اللقاء.